كم ريجيو ولد كازا بالنسبة للتيتر اللي كان صور فيه دابا هو واحد من الالبوم آه الالبوم فيه عشرة ديال التيترات كيفاش غادي تصور هاد الكليب نورمالمون في الاول كنت هضرت معايا ياسين الزاوي باش يدير لي غير شوتينغ دونك ما عمري كنت متوقع غادي نصور لي كليب ولا شي حاجه بحال هكذا صافي فاش سمعت تيتر بروبوز عليا الفكره ما كنتش واخا كاع بحال هكا كيف شتا دابا في الطوناج الحمد لله حنا غاديين ايطاب بار ايطاب ان شاء الله جاي البوم اللي فيه عصره ديال التيترات وغيكونوا فيه بزاف ديال الحوايج اللي غادي يعجبوا الناس فالكليب شفنا معاك البنات بزاف داير عرس يما <applause> تزوجنا علاش اختاريتي كاين البنات ما شاء الله كلهم زوينه حضري معاك كل فيديو <applause> كليب والكليب هو كيدوي على 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 داكشي اللي كنعيشو انا واللي كيعيشو المجتمع لواحد ارتست كان كان الحلم ديالو واحد البنت لوحو في الستوري ومن بعد ما ما ولا معاها ما بقاتش عاطيه هذيك القيمه حيت هو كان كيتعامل كي مع بلا غياليتي ديالو صافي ما بقاش باغاه وكيقول لها كان الحلم ديالك هو تلوحيني في ستوري عادي ماشي شي حاجه ما بيناش البنات على باش نقولوا لكم البنات ولا دونك عادي ميساج اش نقول لك عالم كوميديا هو هو فيه انا نورمالمون ديجا كنضحك مع صحابي عادي والموسيقى ما هذيك دي الكلمه ديال القاصح انا بعيد على القاصح كنقول شي حاجه اللي كنعيشها كندوي على مواضيع اللي زوينين منهم هاد الألبوم هذا اللي سميتو ديفيرون يعني مختلف على بزاف ديال الناس اللي كيرابيو دابا لا ديفيرون في الكتابه ولا في الموسيقى ولا في الكليبات ابار سا هادشي بالنسبه للتمثيل كان بروبوز عليا صاحبي باش ن... باش واحد ن... النهار ندوز كاستينغ صافي وقمرت تا عيطو ليا لعبت في مسلسل في 2016 وبقيت غادي طاباري طاب حتى الحمد لله كي المسلسلات كيلقاو نجاح هادشي كيجي بردات الوالدين والطموح والنيه كون زوين مع راسك ما عمرك غادي تخيب هو ما نكذبش عليك هو اول مره غادي نصور كليب بحال هكا حيت ما كانوش عندي لي مويان باش غادي نقدر ندير كليف بحال هكا وما كانوش لي سبونسور اللي يقدروا يثقوفك سورتو دابا انت راكي عارفه الراب كيف ولا كيتشاف كتسمع رابر بحال قلت لي قتال و نورمالمون الراب ما عمرو كان فيه المشاكل غير واحد الفئه ديال دي الناس اللي دخلوا الراب وما كانش خصهم يدخلوا واحد 10% هما اللي داروا لنا فحال هكذا بالعكس راب بحال بحال اي موسيقى غير غير كله فين مختلف ميساج كتوصلو بطريقه ديالك كيف قلتي تقدر تصور في كاريان في طوبيس في الدار في البيت في الزنقه في البحر دونك ما مشكل بالنسبه لي فيت انا ما عنديش مشكل انا نقدر نلعب مع مع الحاجه عبد المغيث كاع هو كيغني الشعبي وانا كنغني الراب وماي هذا اكزامبل فهمتيني دونك ما عنديش مشكل المهم هو واش انت كدير الموسيقى انا باغ سراب كندير الموسيقى كنغني بزاف ديال لي ستيل دونك ما ما, ما عنديش مشكل الحليوه ما عمري ماشي 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 مخاصم معاه وا ماشي اودي او نقول لك نقول لك واحد اللعيبه باش تعرفها اللي ما عمري دويت على اول مره غندوي عليها مع احتراماتي ليهم باش شي واحد ما يفكر بها كنعقل عليهم وانا كانوا كيتفرجوا فهمتيني معي وش عقل ولا عقل كنت حدايا واحد نتلاقى معايا ونقولي واش عاقل نركتي كتجي تفرج فيا ولا عاقل كنتي بغيتي براس لي ولا يعني غير غير دابا البوبليك ما عارفش بوبليك كيفيق فاق القرابص صافي بدا كيتصنت ما عارفش انت شنو درتي شنو الكاريير ديالك كيف واحد القضيه باش انسستي عليها هو كاين البوز وكاين الباد بوز يعني كاين شي حاجه كديرها اللي انت كتبغيو بغيتي توصل بها ميساج وكاينشوها نتي درتيها هكذا تا 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 ساهل نورمال هاد الضرب في نورمال فيه نورمال كلشي مي فاش كنقول لك الكاريير ديالك شنو فيه كتقول لي فيه مضاربه ولا فيه انا تبسلت على هادي ولا انا عيرت هذا ولا انا ولدني شي واحد انا يعني الا سولتيني ما ولدني حد ماربيت دراري ما ربيت الدراري ما درت والو الا درت شي تعاون درتو بينو وبين راسو وبين الله سبحانه وتعالى ولا درت موسيقى كنديرها حيت كنبغيها ولا كيحترمني بنادم حيت كنحترمه حيت ساهل ندير لايف وبدات انا نشدك نقسم انا بعيد على المشاكل فهمتيني هو و. ما كنديروش الموسيقى باش نديرو المشاكل حياتنا الشخصيه بوحدها والموسيقى بوحدها كاينين الناس متبعينك صغار كاينين عيالات سيرتو دابا فاش وليت في التلفازه دونك القضيه صعابت عليا كاينين عيالات كبار كاينين بنات ما عرفت انا ما عنديش مشكل مع حتى شي حد غير هما اللي عندهم مشكل مع راسهم حيت قبل ما يكون عندهم مشكل معاك كتلقى عندهم مشكل مع راسهم تناقض مع راسهم هذا هو المشكل ما هادشي راه غادي كيتقاد راه بنادم بدا كيفيق سيرتو هاد دل... هاد دل... ليامات فاش كان الحجر الناس نعسات بزاف دونك فكرات ايوا والله... الله الله يهديهم ما نكذبش عليك بجوج باسكو في الموسيقى كنخرج اللي عندي كنكون كاعي ولا فرحان أه... كاينين شي ترات اللي كنقدر نكتبهم في 24 ساعه ولكن من بعد كيتموديفاو فاش كنبغي نسجل والتمثيل اللي اللي, اللي كنوصل فيه ميساج اللي ما نقدرش نوصلو في في الموسيقى بحال بعض الادوار اللي كنت كنحلم بهم نقدر نلعب بوليسي ولا ما يمكنش ليا نغني انا بوليسي تي فوالا دونك ما صعيب في التلفازه كان كنبغي نلعب هاد الادوار هادو باش نقدر نعطي اكثر وهذا هو لاغتيس يقدر يدير اي حاجه حنا في المغرب فاش كدير هكا كيقول لك وانت بغيتي دير كلشي ما كيشجعكش ما كيقولش مزيان دونك هذا هو المشكل اه هو الازمه كاينه والازمه كاينه في الذات وكاينه في الصحه وكاينه في الفلوس وكاينه في بزاف ديال الحوايج ولكن الحمد لله الا إيه انا دي غادي نقولها لاي واحد شي الا كنتي مرضي مع والديك وزوين مع نفسك مع عمرك غادي تخيب عول على واحد النار تقدر توصل وبالنسبه للتصوير حنا محترمين داكشي اللي كيقولوا كي لينا واخا كتشوفينا دابا راه مجموعين راه معقمين مزيان الاخ زكريا ديوبي معقم الكاميرا معقم الحياه نتاعو الاخ تا هو ربع الخطرات كينسى الكمامه كنقولوا ليه ديرها ايوا هادشي اللي كاين الحمد لله الحمد لله كلشي غيدوز مزيان اللي 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 تاقوا فيا ماشي ابارسا هما معايا ولا ولا بغاو يخدموا معايا هما تاقوا فيا كرابور كانسان عرفوني شنو بغيت نوصل ابارسا هادشي هما صحابي بلا بلا موسيقى ياسين الزاوي كنعرفو من 2011 خدم معايا وانا باقي صغير يعني تاق فيا وكانت ديك الساعه مارك 2 ولا مارك 3 كانت شي حاجه من تما هو معايا وكي قلت لك صيفط لي تيتر باش ندير شوتينغ في السوديو تا كي بروبوزي عليا كليب بهاد لي زكريا صديق قبل ما قبل قبل ما يبدا هو الكاميرا ولا نبداو حنا هادشي والحمد لله طور راسو وخدم مع بزاف ديال ديال خدم بزاف ديال الافلام و... وكنشكر ليكيب كامله وكنشكر واحد السيده اللي تاقت فيا فريمون 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 بزاف اللي هي صوفيا الحريشي اللي ماشي مدات ليا يديها ولا مدات ليا راسها ولا مدات ليا ديك مدات ليا كلشي قالت ليا اجي الا بغيتي دير فحال هكدا انا معاك وكنشكر انا اي واحد وقف معايا واخا كاينين شي ناس ما معليش والكلمه الاخيره اللي غادي نقول هو تسناو الالبوم تيق رأس في راسك الا بغيتي دير شي حاجه ما شي واحد يجي يمدلك يديه كون مرضي مع والديك وما عمرك غادي تخاف السلام أه. عليكم أه. معكم زكريا حمام أه. كنخدم في السينما كا اوبيراتور و دي كليب كنخدم كنخدم خدمت ديجا مع مع امين خدمت مع الكليب الاول ديالو بين 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 جوج ياك يعني. اه بجوج 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 و وقال لي ساره في عاوتاني باش 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 عاوتاني نخدم مع امين على على حساب ياسين عيط ليا شرف لي نخدم مع ياسين ياسين صاحبي ياسين صاحبي وخويا امين امين راه امين من من الصغر خدمنا بجوج سوا خدمنا في في, في الافلام ومسلسلات ديجا خدمنا من ابار باش خدمنا بجوج الوغ دري زوون امين دري زوين وابر الغنى ممثل واعر ممثل لي 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 بصح ما كيخدم بال بالكيمثل بالكريماس ديالو بعينيه وهاد الفي هاد اللعيبه دي زوينه كنقولها ليه ديما آمين كيخدم بعينيه كي كي يعني بلا ما بلا ما يدوي لا هو يا زوين في التمثيل كيسمع كيخدم هادشي أه هادشي هادشي اللي غنقولها آمين وتبارك الله غادي دقه دقه غادي بلا صداع بلا بلا فهمتي بلا صحافه بلا داكشي فهمتي غادي في الظلام فهمتي غادي بوحدو دقه 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 وان شاء الله غادي يوصل وان شاء الله هاد الكليب هذا غادي نخدموا عليه مزيان وان شاء الله يطلع طلع شي حاجه زوينه ومعنا مخرج زوين فهمتي عنده افكار جديده عنده افكار زوينه ياسين تبارك الله وان شاء الله الفيديو كليب غادي يطلع يطلع مزيان ان شاء الله تكون غادي مع غادي غادي مزيان اللي كيب كنشكرهم كاملين اللي ساهموا في <applause> هذا التورناج هذا اول حاجه امين راه قبل ما نخدم معاك ارتيس كي قال زكريا صاحبنا وخونا ما خدامش معاك زعما بحال فنان خدام مع لا خدام بحال حنا عائله وحده خدامين في في كليب وكنت منهم الله ان شاء الله الريزلت غنشوفوها و... بيبليك ولا يحكم